دخيل الكعبة مو جهاز ضيم ضيم. اليوم عندنا البوكو اكس 3 الانفسي جهاز جدا ممتاز، ومثل ما يقول قاسم الحتشامي دخيل الكعبة مو جهاز ضيم. طبعا الجهاز يجب معالج سناب دراجون 732 جي مبني على معمارية 8 نانومتر. طبعا الجهاز جاي استخدمه قبل تقريبا شهرين اخذته، واي حماوة ماكو. الشحن جدا سريع ويدعم شحن ال 33 واط، اربع كاميرات خلفيه بحساس سوني 64 امامية 32 داخل الشاشه، بصمه جانبيه وبصمه للتعرف على الوجه، بطاريه 5160. جهاز جدا ممتاز. طبعا الشاشه هي ب 6.7 حجمها وبدقه الفول اتش دي بلس بتردد 120 هرتز. جهاز جدا روعه البوكو اكس 3، والحلو بالجهاز انه هو بضمان وكالة ايتيلوبي، ضمان وكالة ايتيلوبي 18 شهر على السوفت وير، وايضا عندهم ضمان خاص على الشاشة وتخفيض خاص بنسبة 25% خلال اول 6 شهور. تحياتنا لكم متابعينا، وانتظروا النيزك بكل جديد وحصري، والسعر ايضا مرتب.